السلام عليكم، معكم عبد العلي الريحاوي، سن 25 سنة، حاصل على شهادة البكالوريا 50 فوق الباك، عندي دبلوم ديال لاكينيزي ثيرابي، عندي دبلوم ديال لاكواف و لي سيشيك. شنقول لكم، تعرضت لمحاولة الاغتصاب. انا شنقول محاولة اغتصاب، حيت اغتصبت ديال بصح من شخص، كيفاش نقول لك، ما نقدرش نوصفه لكم، ما نقدرش نقول لكم شي صفات ديالو. انسان حاقود تعدى عليهم، انا عندي 9 سنين ونص، يعني كنقول لكم بحال شي حاجه باقا جديده، الا ملي كنفكرها بحال شي حاجه يعني كانت غير البارح او يلا شي 5 دقائق باش فاتت عليا. تعرضت محاوله اغتصاب وانا عندي 9 سنين ونص، يعني شنو نقول لكم، تحاكم تعاقب، يعني بزاف د الحوايج، لدرجه انني ولات عندي فوبيا من الرجاله، انني هو سبابي، يعني بزاف، يعني عذبني، عنفني بزاف د الحوايج، حقدني في حياتي. ابغى هذا الشيء، عندي دي زورمون ديال لي فام اكثر من ديال لي زوم، وبزاف د الحوايج، يعني ما عنديش الخصياتين، يعني الصفات الجنسيه الثانويه ظهروا عندي وانا عندي 24 عام، يعني الصفات الحبوب زغاب، يعني ظهروا عندي 24 عام، يعني حالات صعيبه، حاله صعيبه يعني. والمجتمع ديالنا ما كيرحمش، ما كيقولش الله يعفو الله يهدي الله يصلح بيه، حتى حنا عندنا ولادنا، لا الناس دفامكم وعزوا ولادكم، اللي ما عنده القليل اللي عنده الكثير. حتى انا تعنفت، حتى انا بزاف د الحوايج، حتى انا بكيت وشكيت، ولكن العيب اللي فيا هو انني كنلبس حوايج البنات، ماشي انني باش نزين ونبان رجاله كانني باش نمارس معاهم الجنس ولا لا. العيب اللي فيه هو انني نرتدي اللباس النساء علشان باش نبان انا مراه، حيت انا من الداخل كنحس انني انا مراه، ماشي كنحس انني انا راجل، لا انا كنحس من الداخل انا مراه. كما كاين المراه صنف كما كاين الراجل في الصنف الاول والمراه في الصنف الثاني، وحنا هما الصنف الثالث. كيفاش نقول لكم، يعني انا تعذبت بزاف، انا تنطلب غير خدمه ديال الحلال، ما بغيتش نتعرض ما بغيتش نمشي في طريق الحرام، حيت الحرام دغيا كيريب، راسها الحاجه هي الحرام. كيفاش